الترجي يعلن التعاقد مع المدافع ياسين مرياح قادما من العين الإماراتي، حيث أورد الأحمر والأصفر على صفحته على الفيسبوك: أتم الترجي إجراءات التعاقد مع المدافع المحوري الدولي ياسين مرياح بعقد يمتد لمدة سنتين. يذكر أن مرياح صاحب 29 عاما خاض في مسيرته الاحترافية عدة تجارب في تونس وخارجها، حيث تقمص أزياء جمعية ريانا ونجم المتلوي والنادي الصفاقسي وأولمبياكوس اليوناني وكذلك ريزاسبور وقاسم باشا بتركيا والعين الإماراتي. وبعد ضم الترجي أمس رسميا المدافع الدولي ياسين مرياح في صفقة انتقال حر، يصبح بالتالي خامس الانتدابات لفريق الدم والذهب بعد عزيز فلاح ومحمد بن علي وحسام دقدوق ورياض بن عيا. لكن ياسين مرياح لن يكون آخر انتدابات الترجي أو لنقل آخر أهداف الترجي في الميركاتو الحالي، حيث تتواصل المفاوضات لجلب لاعب آخر أو اثنين على أقصى تقدير خاصة في وسط الميدان التركيز، بينما تسعى الإدارة أيضا للتخلص من الأسماء الزائدة. واللي ما يبغي ينسينا على درامة ربنا.